أنا دكتور أحمد دبور، أخصائي الطب النفسي. درست الطب البشري في الجامعة الهاشمية، خريج سنة 2012. بعدين التحقت بالخدمات الطبية الملكية كطبيب مدني، لألتحق ببرنامج الطب النفسي، إقامة الطب النفسي. وبآخر 2018 حصلت على البورد الأردني. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة الدكتور أحمد دبور. بداية سعد مساك دكتور. يسعد مساكي بتول. كلك زو. طبعا في البداية دكتور أحمد، وحدتك أغنى أن تعرف، حدتك أخصائي الطب النفسي والإدمان وصاحب عيادة في عمان، تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. أنا دكتور أحمد دبور، أخصائي الطب النفسي. درست الطب البشري في الجامعة الهاشمية، خريج سنة 2012. بعدين التحقت بالخدمات الطبية الملكية كطبيب مدني، لألتحق ببرنامج الطب النفسي، إقامة الطب النفسي. وبآخر 2018 حصلت على البورد الأردني. أخذت خبرة بعيادات مع مستشارين في الطب النفسي وخبرة في الإمارات، وحاليا فتحت عيادتي. نعم دكتور، بس عرفنا أكثر عن عيادة الدكتور أحمد دبور، شو الخدمات الطبية النفسية المقدمة عندكم؟ هي عيادة تعنى بتقييم وعلاج مختلف حالات الأمراض النفسية، من اضطرابات القلق، اضطرابات المزاج، الاكتئاب، البايبولر ديسوردر، مشاكل الإدمان بأنواعها، من إدمان الدخان، إدمان كل مشاكل الإدمان، واضطرابات الشخصية، واضطرابات النوم، ومشاكل اضطرابات الطعام. نعم، بس برأيك دكتور أحمد، شو سر تميزك ونجاحك عن غيرك في مجال الطب النفسي؟ يعني الأساس اللي أنا بعتمد عليه هو نبني ثقة مع المراجع، ويحس حاله مرتاح، يعبر عن نفسه ويحكي مشكلته بكل تفصيل قبل ما نبدأ بالخطة العلاجية. نعم، حضرتك بالأصل أخصائي نفسي، فبرأيك شو هي أهم المشاكل والإضطرابات النفسية اللي الناس بتواجهها والمفروض نتراجع الدكتور نفسي فيها؟ أهم المشاكل بالسنوات الأخيرة اضطرابات القلق والاكتئاب والإدمان. نعم. إحنا عم نحكي عن اضطرابات القلق اللي بتصيب تقريبا واحد من كل ثلاث أشخاص، يعني كل غرفة، كل مكان إحنا بنفوته في شخص عم بيعاني من اضطراب قلق وبده مساعدة، سواء علاج دوائي أو علاج سلوكي. بس أحيانا الناس تتردد إنها تأخذ هاي الخطوة بسبب ثقافة العيب وفكرة إنه أي حدا بيراجع العيادات النفسية هو حدا ممكن يكون مجنون أو فاقد للأهلية أو مش مسيطر على تصرفاته. مشاكل الاكتئاب عم بتزيد برضو بالفترة الأخيرة، الظروف الاقتصادية، الأعباء اليومية، مشاكل الناس في العلاقات الاجتماعية وفي الزواج، هاي كلها عم تعمل مشاكل الاكتئاب. نعم، بس دكتور شو بتحب تقدم نصيحة على المشاهدين بخصوص ثقافة العيب بمراجعة طبيب نفسي؟ أنا بشجعهم إنه يراجعوا ويستشيروا ويسمعوا رأي الطبيب وما يترددوا يسألوا الأسئلة اللي بتخطر عبالهم، واستشير دكتور اثنين وثلاثة واختار اللي بيناسبك. نعم بالتوفيق لك. حلو، تحكينا أكثر، شو رؤيتك المستقبلية للعيادة؟ شو أنت حاب تعمله قدام؟ أنا حابب مع الوقت نأسس فريق للدعم النفسي، يعني مكون من عدة أطباء بالإضافة لعدة معالجين نفسيين، لنقدر ندعم أكبر شريحة من المجتمع. نعم، ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا سوف تقول له؟ يعني بدي أقول له شكراً على كل جهوده في دعم الشباب الأردني وفي دعم القضايا العربية، خصوصي بالفترة الحالية، يعني اللي هو عم يعمله ما عم بيقدر حدا تاني يعمله، وعم بيمثل الأردن بأحسن طريقة، يعني حطنا على الخريطة، مع أنه إحنا يمكن بلد صغير من ناحية مساحة ويمكن
حتى موارد بس عملنا مكانة مرموقة. نعم، بس أكيد في حتى بصمة بحياة الدكتور أحمد دبور وأعطاه الدافع لحتى يوصل لهاي المرحلة. فأنت إيه بتحب توجه رسالة شكر برنامجنا؟ بشكر بالدرجة الأولى أهلي اللي تحملوني بكل سنوات الدراسة وتحديات الطب والاختصاص، وبشكر دكاترتي بالخدمات الطبية الملكية اللي كان لهم دور كبير بوصولي لهاي المرحلة. كيف ممكن أسأل مشاهدين التواصل مع عيادة الدكتور أحمد دبور؟ تحكي لنا موقعكم بالتفصيل وطرق التواصل معكم. طيب، إحنا بشارع كمال جنبلاط، منطقة الدوار الخامس، مقابل مدخل طوارئ مستشفى المركز العربي، مجمع دحدل الطبي، طابع الخامس. وبنهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر الدكتور أحمد دبور على حسن استضافته لنا. على أمل أن نلقاكم في حلقة جديدة. شكرا لك دكتور نور شاشتنا. شكرا لك. كلك زار.